على الموقع. مرحبا بكم زوار ديال الموقع. واحد الفكره اساسيه كيداولوها عدد من المغاربه، وجا الوقت اليوم فين تمحور فيها الحلقه ديالنا. هو هي مقوله بسيطه تقول لك ان علاش المغاربه كينكروا، ولا علاش المغاربه كينساو التضحيات ديال ولادهم شرفاء الاحرار. وهذه ميزه اساسيه بصح، عدد من الناس اللي في الحباسات ضحاوا وناضلوا ونساهم الشعب، عدد من الناس اللي قدموا تضحيات جسام غير كيمشيو للحبس ولا كيتهرسوا ولا كيمرضوا كينكروا لهم عباد الله. تصوروا معايا عباد الله، انا كنت كنتمنى ولكن الوقت ما سعفنيش، بحجم بحكم الحراره ديال القضيه ما قدرتش ندير المونتاج ونخليكم تسمعوا واحد التسجيل صوتي صادم ديال القاضي عادل فتحي. والله ثم والله يسمعوا اي واحد يحشم يقول انا مغربي، يحشم يقول واش حنا بلاد الاسلام، يحشم يقول واش هاد الدوله فيها دستور مغربي، يحشم يقول هاد الدوله واش عمرها 60 عام ديال الاستقلال ولا اكثر. تصوروا قاضي مغربي سابق كان هنا خدم 18 عام لفائده الوطن ونهى مسيرته كوطني وتعزل بواحد القرار لا انساني، قرار جائر، قرار ظالم، قرار تجبري، قرار هولاكو ما يديروش، قرار ديال 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 الاستعمار. تصوروا تصوروا وزاره العدل، وزير العدل اللي هو رئيس مجلس القضاء، هو نائب رئيس مجلس القضاء ينوب عن الملك في رئاسه المجلس، وزير العدل كيجي ندوه صحابي كيقول له عباد الله هذا القاضي راه مريض وراه كاين ما يتبش انه مريض وغادي نكلدوه وعزلوه، رغم ان الماده 56 ديال القانون الاساسي للقضاة كتقول لك لا يجب متابعه، يجب تمتيع اي قاضي تعرض لشي مرض في الخدمه ديالو بحقوق ديالو بالتقاعد وكذا. عندنا الاسلام تيقول لك رفع القلم عن ثلاث، عن الصبيه حتى يحترم، وعن النائمه حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى. تصوروا احاديث نبويه واسلام وكذا وعزلوه. اليوم كيتصل بيا مسكين تصور تيقول لي مرتي وولادي مشردين ومرمي تما، لا السفاره المغربيه دخلت بريطانيا ما عتقلش، شنو دار مسكين ما دار والو، غادي مستدعاه واحد المؤسسه حقوقيه امميه يمشي اطر تما فيها واحد النشاط، وقالوا واحد الشنائن واحد المشادات بسيطه مع موظف في المطار ديال بريطانيا اعتقلوه. تصوروا شحال هذه باش تتم الاخبار ديالو بالاعتقال، اكثر من شهر. لا سفاره مغربيه دخلت، لا وزاره مغربيه دارت بيان، لا جمعيه ديال نادي قضاه المغرب والمراه القاضيه ورشيده احفظ اللي كان كينتمي لهذا القاضي فتحي، ونادي قضاه المغرب اللي غادي نديك المراه. تصوروا معايا على دوله، تصوروا على الشعب وعلى نخبه وعلى دوله كدايره. تصوروا معايا عباد الله باش تعرفوا الدوله اللي كتحترم راسها. في امريكا كتقلب جوا السفر كتلقى فيه حامل هذا كيقولوا نلتزم حمايه حقوق حامل هذا جواز السفر في ربوع العالم. فيما مشى جواز ديال المغرب الا قلبتوا فيه دخل عليكم والله الا ما قلبوا جواز السفر كتلقى فيه كل من حرف وزور يطابق للقانون، يعني الدوله متنكره. تصوروا معايا رغم انه القاعده القانونيه الذهبيه التاريخيه لا لا يعذر احد بجهل القانون، يعني ديك الجمله في جواز السفر ديال كله لا قيمه لها. ناس بريطانيا الدول اللي كتقولوا انتم كتعايروهم تيكتب كاتب لهم ملف دستور لا دولة الاسلام دستور ولا والو، تيكتبوا هكا يتمتع صاحب حامل هذا الجواز بحمايتنا في ربوع العالم. اشنو دار عادل فتحي كقاضي خدم حياته كلها، شنو جريمته؟ علاش وزارة ديال الداخل الخارجية ما تدخلش؟ على السفارة شنو هو المواطن؟ شنو هو حقوقي؟ العلاقة بين الوطن والمواطن علاقة جدلية، انا كندير لك وانت دير ليا. دونك انا ملي نوقع في مشكل خصك توقف معايا، حميني، سول فيا السفير، سول فيا الدوله، يعني دوله اصلا ان الدوله المغربيه كتلتزم بحمايه حقوق القضاة، والقاضي واخا كيتعزل كتبقى عنده صفه قاضي، قاضي سابق. فهذه دوله، هذه عباد الله كنقول واش هذه دوله؟ واش هذه تشرفكم هذه الدوله المغربيه؟ دابا هذه دوله سيد في الحبس، لا سفاره لا خارجيه لا جمعيه قضائيه، كلها تتنكر طرد القضاة دابا اللي كيهضروا، شي حشومه عليكم زميل خدم معاكم 18 عام وكان خير الخلق ديالو وظريف وود الناس ولا بيان. ديك المره انتم نادي قضاة المغرب وعباد كديروا بيان على الصحراء ها، وديك المره ملي دارت الخارجيه الامريكيه ملي انتقدت الوضع الحقوقي في المغرب غادي كتجاوبوا نادي قضاة المغرب كديروا على الخارجيه الامريكيه وهضروا على زميلكم. ها هو شكون اللي اكثر، واش الصحراء اللي هو ملف سياسي والتقرير الخارجي الامريكي اللي هو ملف سياسي، ولا هذا وضع انساني وانتم كتقولوا جمعيه مهنيه نادي قضاة المغرب وهذيك المراه القاضيه وداك الشيء ديال داك المصيبه داك ما عرفتش شنو سميتو واحد القاضي اخر اللي معروف في سنوات التطهير تو عنده شي جمعيه. تصوروا فهذا وضع يديننا عباد الله، حرام حرام مواطن مغربي ما دار والو. وزاره الخارجيه حنا كنعرفوا، انا عارف صلاح الدين مزوار ربما عطى التعليمات ديالو لان قاضي فتحي هو اللي دار واحد الشكايه أصالة ونيابة على ولادو كيطالب فيه فتح تحقيق في التصريحات ولدت على عباس الفاسد الوزير الأول المساء، نهار اللي قالوا أنت فاسد الآخر أنت فاسد. إذا وزارة الخارجية دابا صلاح الدين مزوار كينتقم، كينتقم منه لأنه دار شكاية عادل فتحي كره الفساد. فالمغاربة ملي كان هذا القاضي فتحي خدام واش ما كانش كينظر عليكم؟ واش عمره شفت شي ريال؟ قاضي شريف وعفيف مشى كيهضر على الفساد عباس الفاسد كينظر على الشعب المغربي، واليوم نتنكروا له
كيتنكروا لا جمعيه حقوقيه دارت بيان ولا برلمان هضر ولا سفاره هضرت ولا خارجيه ولا جمعيه قضائيه ولا والو بشر ماشي هذا راه كيكرس البؤس وهذا هو السبب الخلاف المغرب هذا هو اللي كيخلي بنادم ما يبقاش يناضل هذا اللي كيخلي بنادم يفكر عا في راسو كيشوف هاد الخيانات كلشي خائن كلشي كيفكر عا في ولادو شنو دار هاد القاضي في ملك الله شنو دار هاد القاضي في ملك الله فهنا في اوروبا هنا في المغرب عندنا الا اعتقلت السلطات غير مواطن بلجيكي ولا فرنسي اي واحد بالضروره كتخبر السفاره بسرعه الى المواطن هنا السويسري ولا البلجيكي ولا البريطاني مرض ولا مات السفير كيمشي يبكي معاه ويحن عليه ويهز له همه حنا كتحس براسك يتيم ما عندك لا دوله ما عندك لا سفاره ما عندك كل واحد خدام على ولادو كل واحد خدام اليوم كنتلاقى واحد العسكري انتم غتشوفوا الفيديو نتمنى تشوفوه اليوم في بادين يجيكم بكيه ضرب 27 عام في الصحراء مشي هز قرن 4 مليون من المؤسسه ديال السلفي تصوروا معايا يا عباد الله بشوق سالات الكونطا ديال السلف وبقاو تيقطعوا له واحد الصالير وقالوا له لا راه عندك كونطرا اخرى والنيابه العامه ما قادره دير بحث لا وكيل الملك فتازه ولا الوكيل العام واخا كيدير المراسل باقي لدابا 27 عام هو ضارب في الصحراء ومسكين مخلي له دابا 27 فيه وقال لك شغل انتحر قال لي غير واحد خينا صيفط لي سير عند السير المهداوي يدير عندك شي فيديو قال لي راك شغل انتحر البارح قال لي 5 لتر الزيت 5 لتر ديال المازور تصور قال لي ركب من تازه باش عندي والله بالسلف بالسلف بجا عسكري 27 عام في الصحراء باش يجيو حنا المجرمين ياخذوا ارض الدوله بسبعة دريال وقال لي ما كيشكون الحكومه مجرمين ارض الدوله واخذنا في طريق زعير المترو كيدير مليون واخذنا بجوج دريال ولكن علاش لانهم لقاو شعب كيتنازل على حقوقه ونخبه جبانه ومتواطئه مكو مكو كانت النخبه والله ما يكون هاد الحقره اللي حاقرن هاد الشعب هذا باش تاخذ انت مترو ب 7000 ريال وتقول لي خدام الدوله ودابا قالت كتشكل لي الحكومه وغدا غنشوف كان انت وزير عدل اخر وزير الثقافه الاخر وزير وهما سرق الارض وكذا وروح عسكري 27 عام في الصحراء ما لقاش 100 درهم باش يجي والنيابه العامه ما بغاش تفتح له وموت انت بالغداي ودابا اخطر قاضي خدم جالس مليوح مسكين بريطانيا في الحبس قال لي مرتي ما كتلقى ما تاكل مسكين قاضي فتحي ولادو ما كيلقاو ياكلوا في قليطره مشردين لهالدرجه لهالدرجه دوله اجراميه ووزير العدل كيعترف بان السيد مريض وهذا ضحيه ديالكم الا كان دار شي حاجه راه مسكين هنا اعترفتوا به راه ماشي هو هذاك ففي اخر هذه الحلقه كنتمنى رجاء ثم رجاء الفيسبوكيين انا كنركز على نشاط الفيسبوك وبعض الحقوقيين الشرفاء بعضهم وقفوا مع هذا الرجل هذا رجاء ثم رجاء راه قاضي شريف وخلق ديالو ظريف وراه معدب وراه مغربي بحالنا راه مغربي بحالنا وراه ما يمكنش نعولوا على هذه الدوله هذو راه صافي بنادم مغسول مقابل على الخاويه هذا مزوار اخنوش الحكومه هذا بلوكي العثماني الضحكه الصفراء راه ما كاين والو عباد الله راه حنا الفيسبوكيين والنشطاء والحقوقيين اللي فيهم شويه ديال الضوء بعض الشرفاء السياسيين خاص تقتل هذا راه جريمه في حقهم وهذوك الاطفال ولاد العادل فتحي راه جريمه راه قاضي حياته كلها عمره سرق عمره خدر شو كان كاتب كان تعدوا عليه وهذاك المدير الشؤون الجنائيه والعفو السي عبد النبوي كنقول لك زعما انا مع نقول لك شي كلمه لانني سمعت عليك شي كلام طيب ولكن لهذا الملف ديال عادل فتحي فعندك واحد الجزء كبير عندك واحد الجزء كبير في اللي وقع له مسكين كان عندك واحد المسؤوليه كبيره ما نقولش وزير العدل لان وزير العدل عكركوز هذاك شاهد زور لا سلطه لا هو هذاك غير يسني غير يخليه اما مدير الشؤون العفو لان السيد مسكين مريض كانت تاخذ بيده راه عنده ولاد وكما انت مدير السي النبوي عندك ولادك كما اي واحد عنده ولاد وكما العثماني عنده ولاد وكما فراه ولادهم تذنبهم عليكم كنشكركم ونتمنى شي التفاته لعل وعسى وغنرجعوا لهذا الملف دائما وشكرا لكم الزوار ديال الموقع.